اهلا بيكم في يوم جديد من ايام روايح من بلدنا. ايامنا كلها روايحها جميله. النهارده هنعمل حاجه ريحتها بتبقى حلوه قوي، هنعمل قلقاس بالسلق. السلق وهو بيتحمر ريحته ولا اروع. قلقاس بسلق يعني عايزين شوربه، يكون عندنا شوربه. انا اخترت النهارده ان انا يكون عندي شوربه لحمه، انا بحبه بشوربه اللحمه. صحيح شوربه الفراخ دسمه اكتر، بس بشوربه اللحمه بيبقى جميل جدا. بنسلق اللحمه بالطريقه اللي احنا نحبها. انا اكتر من مره سلقت معاكم لحمه، بشوح اللحمه مع المستكه والحبهان واللورة وجزر وبصل، وبروح مديها الميه بتاعتها واسيبها على نار هاديه مع عود قرفه. لما بقى تستوي كده براحتها وبقى عندنا هنا احلى شوربه موجوده. انا هدفي النهارده ازاي نتعامل مع القلقاس ونغسله ازاي، عشان دي مشكله عند ناس كتير. فانا جايبه لحمتي مسلوقه عشان نعمل مع بعض القلقاس، ويبقى وقت الحلقه كله للقلقاس. اول حاجه لازم يكون عندي حله فيها ميه سخنه بتغلي، اهي الحله واهي الميه السخنه اللي بتغلي. تاني حاجه بقى القلقاس، شايفين الفوطه دي؟ انا قطعت القلقاس على طول، طول ما انا بقطعه في ايدي فوطه بمسح وبنضف وبحطه في طبق ناشف وبغطيه برده بالفوطه. لو اتساب القلقاس في الهواء بيدي مش بيسود، بص الاقيه كده يحمر على يدي على لون بني، ويبقى شكله مش حلو وطعمه برده بيتغير وما بيبقاش حلو. يبقى هو القلقاس مكوناته بسيطه جدا، بس طريقه عمايله هي اللي بتطلع لنا قلقاس ناجح. مقاديرنا شوربه لحمه وقلقاس وكزبره وسلق، وعندنا ليمون، في معلقه صلصه صغيره هتتحط معاه، وبس بقى مفيش الا توم وحاجات خفيفه كده. دلوقتي بقى اهم خطوه هنبدا نعملها، اللي هي خطوه غسيل القلقاس. دي مش سلقه، دي غسيله، هو سلقه بيتسلق جوه الشوربه. بصوا بقى، انا عشان اغسله هحط في الحله عصير ليمونتين في الميه. عصير الليمون بيخلي القلقاس القلقاس في ماده مخاطيه عاليه جدا بتنزل منه، هي جزء منها نشويات بتاعه القلقاس، بس برده في جزء كبير اكيد في فايده وفيتامينات. طيب احنا بنغسله علشان ايه؟ علشان عايزين لما نعمل القلقاس يبقى زي شوربه كده، ما يبقاش فيه سائل بيمط، يعني دي غير مرغوب فيها في القلقاس. وفي نفس الوقت انا مش عايزه اتخلص من كل السائل المخاطي دوت اللي في القلقاس، علشان هو برده مفيد. عصره الليمون على الميه بتعمل ايه؟ بتعمل زي انقباض كده لمسام القلقاس، عشان الليمون حمضي، وبيخلي يعني بيتفاعل مع الماده اللزجه الموجوده جوه القلقاس وبيوقف نزولها. بيخلينا لما نيجي نعمل القلقاس ما يفضلش بقى ايه، يخلي الشوربه فيها زي مطاطيه كده، وفي نفس الوقت بيسهل غسيله جدا. يعني خلاص بقى هو بيوقف نزول الماده دي، بتنزل بنسبه قليله جدا، فبالتالي بعرف اغسل القلقاس بسهوله جامده جدا. يبقى سهلت على نفسي غسيل القلقاس، الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه احتفظت، يعني ما سبتش بقى كل حاجات فيتامينات تنزل منه، انا نزلت القدر اللي هيخليني مش هستسيغه، انما طالما بعد كده هتتحبس السوائل دي جواه وهستسيغ طعمه يبقى اخليها. انا بعد ما عصرت الليمون لازم ارجع اخلي الميه تغلي تاني، لازم اشوفها بتبكبك من كل ناحيه، يعني بتغلي بقلاله كده في كل النواحي عشان احطه. ابدا بقى احط، لما هحطه هنا هسيبه بالظبط يغلي دقيقتين او ثلاث دقايق، وهروح هجيب بس ايه، احاول اجيب حاجه انزله بيها عشان بيطرطش عليا. نحاول الحاجه اللي احنا بننزله بيها ما نخليهاش بس تلمس الميه، علشان ما تخليش بقيه القلقاس ايه، يطولوا ميه قبل ما نحطه. احنا عايزين نحطه في ميه على طول من غير ما يطولوا ميه من الهواء، ميه وهو في الهواء يعني. على طول هقلب بقى، وهسيب. انا هجيب دي هنا عشان ما تضايقناش دلوقتي. بصوا انا هسيبه 3 دقايق يغلي، وبعدين هطفي عليه واغطيه. اثناء الثلاث دقايق دول بقى هعمل ايه؟ هعمل رز ابيض يتاكل مع القلقاس. رز ابيض، هحط جزء زيت
يعني تقريبا كوبايه الرز بتاخد معلقتين زيت او معلقتين زيت على زبده، وهحط زبده قطعتين كده، وهجيب الرز وابدا اشوحه. يعني انا ايه بشغل وقتي وانا واقفه بشتغل، بعمل كل حاجه في وقت واحد. القلقاس لازم معاه رز ابيض، يعني حتى في حاجات بتحب الرز بالشعريه، القلقاس عايز رز ابيض، رز ابيض وبصل اخضر. دي اجمل حاجات، وليمون بقى اذا كان ليمون نعصره عليه، وفي نفس الوقت برده ليمون مخلل معصفر، هو بيحب الحاجات الحرشه دي. وفرصه برده انا بعلم ازاي نتعامل مع القلقاس ونسلقه، وبرده لو في اي بنوته صغيره بقول لها الرز الابيض بيتعمل ازاي لو ما كانتش شافتني قبل كده. الرز الابيض من اسهل انواع الرز، بس هو القاعده الاساسيه اللي تخليني اعرف اعمل رز. اللي ما بيعرفش يعمل رز ابيض حلو ومش هيعرف يعمل اي نوع رز تاني. انا مهم عندي قوي، مش هقول لك حطي لكل كوبايه رز معلقتين زيت او زبده، حطي معلقتين بس وانت بتقلبي خلي عينك هي مقياسك. يعني ايه؟ انا ببص شايفه في ماده دهنيه خفيفه جايه لي ما بين وحدات الرز وانا بفرقها في وسط الحله كده، معنى كده ان انا رزي ده مظبوط. لو الماده الدهنيه دي منعدمه تماما انا مش شايفاها، الرز كده يبقى ناقص عاوز. لو الماده الدهنيه دي بقى كتير قوي لدرجه ان هو كانه بيعوم فيها، يبقى انا كده الماده الدهنيه عندي كتيره قوي. لما بتزيد مش حلو، لما بتزيد زياده عن اللزوم. لما بتقل الرز بيبقى معجن، لما بتزيد قوي الرز ما بيستويش، بتغلفه بصوره جامده وكانها هو متحمر جواها، وبتبقى منع الميه تدخله براحتها علشان تبدا الرزايه تنتفخ كده اهوت وتبدا تستوي. فزي ما قله الزيت والسمنه مش كويسين عشان الرز، برده كترهم مش حلو، فكل حاجه في المعقول كويسه. بحس لما بعمل اكله يعني ينفع تتساب كده شويه مع نفسها، واديكم تعليمات حاجه تانيه من الحاجات البسيطه اللي احنا بصراحه عشان وقت الحلقه وعلشان خاطر بنعمل حاجات عايزين نعلمها لكم. اوقات كتير نقول ليه انا هعمل رز ابيض في الحلقه، فاقول بيتقدم جنب رز ابيض، اجيب رز ابيض جاهز. لا، بحس بقى ان انا ايه، دي فرصتي اني انا بالراحه كده اقف مع اي بنوته صغيره واقول لها بصي اهو الرز الابيض بيتعمل ازاي. الرز الابيض لو جايبه نوع كويس مش بغسله، ولو غسلته بغسله واصفيه واسيبه كده ينشأ، يعني ممكن افرده على فوطه كده وانشفه كويس واروح محمراه في الزيت والزبده. بصوا قد ايه شكله يعني جميل وهو بيتحمر والماده الدهنيه حلوه قوي فيه. بس بخليه كده لما احس انه اتغلف كويس وبدات ايه الرزايه لونها يدي على بياض سنه وتشخلل، يعني تعمل صوت شخلله جامد في الحله. انا عندي هنا دول 3 كوبايات، هحط 3 معالق ملح. الملح لو قليل شويه مش مشكله، بس الملح ما يزيدش على الرز، لو زاد طعمه ما بيبقاش حلو. وهطفي على القلقاس وهغطي عليه، هسيبه كده متغطي. يعني انا كده سبته بالظبط 4 دقايق على النار، واسيبه متغطي بتاع دقيقتين. هدي بقى الرز المقدار بتاعه من الميه، كل كوبايه بتاخد من كوبايه لكوبايه وربع ميه، نبقى عارفين. هجيب الغطا واغطي على الرز. وعايزه دلوقتي اوريكم السلق بتاعنا. انا بجيب السلق وبقطفه واشيل عيدانه وباخده كده اهو، وبحطه قدامي وبقطعه كده حتت صغيره مش كبيره. وهحطه يتسلق على النار. المرحله دي بقى بتقلل قوي حته ان انا اقف احمر فيه كتير ويقعد بقى يفرقع فيا ويطلع ميه في الزيت، ودي الكزبره الخضراء معايا. يعني كان في ناس بتحط المرحله دي مش بتسلق في طاسه على طول وتحمر مع الزيت، لا نسلقه في حبه ميه صغيرين جدا. الخضره هتنزل ميه، بس انا هعمل ايه؟ على ما هي تنزل هديها شويه ميه، تقريبا ربع كوبايه على ما تنزل ميه، وهحطها كده وهولع عليها وهغطي عليها. وهبدا بقى اخد القلقاس عشان اغسله. المرحله دي مهمه جدا،
بفضل مسيبه الميه الساقعه على القلقاس وادعك فيه بايديا لحد لما ينزل كل الماده المخاطيه اللي فيه، يعني لما تبقى الميه شفافه. انا حطيت المصفى الاول في طبق فتحوشت ميه، فهنزل الميه منها. دي الميه السخنه بتاعت القلقاس نفسه، وهسيب عليه ميه بقى واشمر كده وادعكه. بصوا مفيش اي ماده مخاطيه نزلت منه، لاني عصره ليمون كتير عليه. يعني القلقاس ما فيهوش اي ماده مخاطيه ولا لزجه نازله منه، حبس كل الحاجات بتاعته جواه، ده نتيجه لعصر الليمون عليه. بصوا ما تعبنيش وما خدش مني وقت خالص. هجيب الحله اللي سلقته فيها واشطفها وارجعها هنا على النار، واحط فيها القلقاس، وهنزل على القلقاس بالشوربه السخنه. الشوربه عندي هنا سخنه، هنزل بيها على القلقاس يستوي بيها. ايه رايكم اسيب القلقاس يستوي وانا منزله عليه كده الشوربه، واسيبكم اطلع فاصل صغير وارجع لكم تاني؟ استنوني.